لمزيد من التفاصيل ينضم لنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرام. أستاذ أشرف صباح الخير. صباح النور. عايزين نعرف من حضرتك قراءتك لكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الختامية، جاء طبعا من ضمن ما جاء فيها أهمية الاستجابة لسبل مواجهة التحديات الناتجة عن تغيرات المناخية والأزمات الدولية عامة وبرنامج نوفي لتعزيز الشراكات والشركات. بكل تأكيد أعتقد أن المشاركة والرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الختامية بالأمس وحديثه الذي حمل كثير من الصدقية والصراحة والشفافية في مخاطبة القارة والزعماء ورؤساء الحكومات والمشاركين في الجلسة الختامية في اجتماع قمة الميثاق المالي العالم الجديد، أعتقد أنه حديث اتسم بكثير من الموثوقية والصدق، أنه تحوز على عقول وقلوب الحضور، لأنه خرج من قلب الرئيس عبد الفتاح السيسي أملا في أن يكون هناك مطالبة أو تعاطي إيجابي من قبل الحضور في هذه القمة في ضوء مجموعة من الرسائل بالغة الأهمية التي وجهها للجميع بدورة أن يكون هناك بالفعل توفير الالتزامات والاستحقاقات الخاصة به، توفير الدعم من قبل الدول الغنية أو تسيير الدعم المالي لكثير من الدول الإفريقية في المقام الأول باعتبار أن هناك بالفعل التزامات أو التزام خلقي وأخلاقي على هذه الدول الغنية المتقدمة في دورة توفير ما تم التوافق عليه في قمة باريس للمناخ عام 2015 والتوافق على ضخ ما يقارب 100 مليار دولار لقارة إفريقيا لنهوض البنية التحتية، وأنه طالب الزعماء والحضور والدول الغنية بأن تفي بالتزاماتها في هذا الخصوص وهذا الشأن باعتبار أن هذا تعهد يجب عليهم أن يكملوا الطريق نحو توفير دعم والاستحقاق لاستكمال مراحل البنية التحتية في القارة الإفريقية وفي الدول ذات الاقتصادات الناشئة في هذه المرحلة الدقيقة التي يواجه فيها العالم مجموعة من التحديات. على مدار 5 سنوات الماضية عشنا تحديات كوفيد-19 ثم الحرب الأوكرانية الروسية تدخل عامها الثاني وما ولدته من درجة كبيرة من العجز فيما يتعلق بالطاقة والغذاء وأيضا سلاسل الإمداد وغيرها، وبالتالي الرئيس أراد أن يضع المجتمع الدولي والقادة والحضور أمام مسؤولياتهم في درجة أن يكون لديهم درجة كبيرة من اليقين والإدراك أن هناك صعوبات تواجه القارة الإفريقية ودول العالم الثالث وأنه لابد أن يكون لديهم درجة من الوفاء بكثير من الالتزامات الخاصة بدعم برامج التنمية المستدامة وتشجيع الدول الناشئة القوية التي لديها اتصالات قوية في المرحلة القادمة بعد تجاوز هذه التحديات. طب يا استاذ الاخضر وغيرها اذا سمحت لنا استاذ اشرف، لان هذه النقطه كان قد تحدث عنها سياده الرئيس سابقا واكثر في اكثر من مناسبه وفي اكثر من مره حقيقه عندما اشار الى ان سياسات التمويل الحاليه الموجوده عالميا هي لا تساعد بشكل كبير، يعني بالعكس ربما تكون تشكل عبئا اضافيا على الدول الناميه او حتى الدول الفقيره، وبالتالي هناك هذه المنظومه لابد من اعاده النظر فيها بشكل كبير. نسبه تفاؤل حضرتك من كل ما تم مناقشته فيه خلال هذه القمه في حدوث تغيير في هذا الشأن وهذه الاستراتيجيات؟ هذه النقطة حضرتك تحدثت عنها أنها كانت مسار حديث مطول سواء في يتعلق بالجلسة للنقاش المستدير أو حلقة النقاش المستدير يوم الأربعاء يوم الخميس، ثم أيضا كانت في محور الجلسة الخاصة بالأمس الجمعة الجلسة الختامية استحوذت على كثير من النقاش المفتوح والحي والحر بين القارة والزعماء وأنهم أخذوا بها في الاعتبار، حتى أننا وجدنا في البيان الختامي المؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي وعدد من القيادات الدولية الإشادة بإمكانية أن يكون هناك فرصة لتعديل ما يعرف بتقييم أو تسيير الدعم المالي في المرحلة القادمة وتغيير كثير من النظم المالية من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمات التمويلية الدولية، تسيير هذه الدعم أو تسيير هذا الدعم يلعب دورا كبيرا في الإفاء باستحقاقات التنمية في الدول القارة الإفريقية ودول العالم الثالث، وأن هذا الأمر من شأنه أن يلعب دورا كبيرا في تغيير المعادلات نحو توفير استحقاقات الدعم. ربما يكون النقطة الأهم هو الرسالة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجتمع الدول المتقدمة، إذا لم تتوافر الفرصة والأمل لدى شعوب ودول القارة الإفريقية يكون لديهم هروب أو على الأقل وسيلة للذهاب إلى الدول الغنية في هذا الأمر، وهذه رسالة تحتاج أن رسالة مهمة جدا يا أستاذ أشرف. فعلا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا أستاذ أشرف العشري الكاتب والصحفي مدير تحرير الأهرام.